وفي ذات السياق واحتفاء بعيد الغطاس، أقامت الكنائس الكاثوليكية قداديس إلهية بمشاركة جموع من المؤمنين من مختلف الرعايا. المزيد في هذا التقرير. احتفلت الكنائس الكاثوليكية بحسب التقويم الغربي بعيد الغطاس، وذلك بإقامة قداديس إلهية في مختلف الرعايا. ففي كنيسة قلب يسوع الأقدس للاتين في تلاع العلي ترأس قدس الأب عماد علامات القداس الاحتفالي بحضور راعي الكنيسة قدس الأب علاء مشربش، وبمعاونة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة، وبمشاركة جوقة الكنيسة وجموع من المؤمنين. وألقى الأب علامات عظة القداس موضحا فيها علاقة الله بالإنسان، حيث قال: هكذا أحب الله العالم، فعلاقة الله مع البشر هي علاقة حب، والحب هو أبدي، وقمة هذه العلاقة كانت بتجسد الله ليصير إنسانا ويفتدينا من الخطيئة. سجود الوثنيين له هو العلامة، إشارة إنه الخلاص هو للكل، للأباعد. قديس بولس بيحكي بجسده هدم الحاجز بين الكل، بطل في حاجز. الإنسان بإيمانه وبثقته صار عنده القدرة أن يدخل إلى قلب الله. اليوم بنطلب من الرب يسوع من جديد المولود أنه فعلاً يحل السلام في بلادنا، في قلوبنا وبين عائلاتنا، لحتى نكون فعلاً عم نحتفل بسلام حقيقي نابع من قلب مغارة بيت لحم. كل عام وأنتم بخير. كما احتفلت رعية السريان الكاثوليك بعيد الغطاس بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ماري غريغوريوس بطرس ملكي مراد، مطران القدس للسريان الكاثوليك، بمعاونة الأب زهير جيجي وعدد من الآباء الكهنة، وبمشاركة جوقة الرعية في كنيسة اللاتين في منطقة الهاشمي بعمان. وقال سيادته في عظة القداس: إن الله الذي ظهر بيننا بالجسد ليجعل منا شعبا يتنافس على الصالحات، حيث جاء ليدلنا على الطريق التي نسلكها إذا كنا حقا نريد أن ننتمي إليه وأن نكون امتدادا له في هذا العالم. من عبودية الخطيئة إلى حرية أبناء الله، حتى نستلذ ذاك النداء الذي جاء من السماء بعدما قبل يسوع العماد من يد يوحنا، فكان الصوت: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فله اسمعوا. وهذا الابن الحبيب أحبائي هو أرادنا أن نكون نحن بدورنا أبناء لله وبنات لله. Sorry.